السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سعاد السوسية. اليوم غنعمل واحد الأكلة الأمازيغية اللي هي أوركيمن، وغنحتاج فيها كاس ديال الدشيشة. أنا عبرت بهذا الكاس باش يجيو زعما ما يجيش شي كتير شي قليل، كنعبر بالكاس أولا بأي حاجة بغيتو تعبرو بها على حسب الكمية. انا غير هاد الكاس هذا، وراه غير هاد الكاس راه غيخرج لي بزاف ديال الكيمي. وهنايا الفول، وهنايا العدس، وهنايا جلبانة، وهنايا الروز. كاس الكاس كنعبر بالكاس، وهادو حتى هما هادو درتهم البارح في الماء، عملتهم في الماء حتى تفزقوا، لحقاش هادو صعبين شويه يطيبوا. هنا الذره، كاس ديال الذره، الذره والكاس ديال الزرع، والكاس ديال اللوبيا، والكاس ديال الحمص، والكاس ديال الفول. هذا الفول هذا اللي عنده القشور. والكرعين والخضراء. عندي هنايا خيزو قطعته قطع صغار، مربعات، بطاطا كذلك، واللفت، والبصلة. بسم الله. كناخذ الكوكوت، عملت هادو والكرعين. وغندير عليهم الماء ونسد على الكوكوت باش يطيبوا. وناخذ الجميلة كندير هذا، والفول، عفوا الدشيشة، وغنغسلهم من بعد ما غسلتهم دوك الحبوب اللي بقاو، لاخاطش هادوك ساهلين في الطياب. وكنزيد عليهم الخضرة، ونعملهم حتى هما يطيبوا. من بعد ما طابوا جمعتهم بجوج في القدرة، وكيجيو بحال هاد الشكل هذا. ها هما هاد الأكلة هادي كنعملوها في الرأس السنة الأمازيغية. كنتمنى تعجبكم، وإلا عجبتكم الأكلة عملوا لي لايك، و
يمكن تزيدوا اي حاجه، اي حاجه اخرى في هذا الاكل، في هذه الاكله هذه. ممكن تزيدوا القديد او القرعين ديال المعزي ولا الغلمي ولا الحبوب اخرين اللي انا ما درتهمش. وكنتمنى تعجبكم الاكله والفيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.